شهادتي حفيدتي الصغيرة، وكنا ننتظر قدومها بفرحة، ولكن الحرب أطفأت الفرحة في قلوبنا بسبب المعاناة، بسبب يعني عدم توفير الخدمة الصحية. والآن إحنا عايشين في قلق وهم كيف نوفر لهذه الصغيرة غذائها. يعني ما كناش نتوقع إنه بيحدث لنا هذا الظرف المأساوي. وإيش ذنب هذه الصغيرة تعيش هذه الظروف؟ طبعاً هذه الحرب سببت لنا مأساة، تسريحنا من أعمالنا وشغالنا، والآن أصبحنا نعاني من نقص في المونة، نقص في المال، لدرجة إنه المواد البترولية مش متوفرة، كل شيء رجع طابور، إضافة لكمية الناس النازحين إلى المناطق اللي هي آمنة، وهي أيضاً ليست آمنة، لا ندري إلى متى بتكون آمنة، فالوضع مأساوي بحت. لازم الحرب تخلص ولازم يكون في حوار. من منطقة كريتر، أنا أقعد على البيت وأستي أرجع عدن، ومعي لعب كتير في عدن وأشجع عدن. هناك كان معي عشا حلوة، وبعدين كان معي فلاش كده هنا امتدع لثلاث أشخاص، ونحنا وهذا الجهلة هي بنت ابن جدي، وهي حلوة ومميزة وغير ميلة قول الحليب وإلا بجدة وقوة وعزيمة. In March 2015, the Houthis, the rebel movement that had been in control of the north of Yemen for several months, entered Aden, the country's second largest city, where President Hadi took refuge when the rebels seized the capital, Sana'a, in February. The president fled, and the Saudi-led coalition, in conjunction with Yemeni armed groups and tribesmen, launched a major offensive against the Houthis. The city of Aden was soon split in two, divided by a front line with the Houthis on one side and the southern resistance on the other. Fighting and bombarding occurred daily, resulting in what amounts to a blockade. Hardly anything has got through to Aden, and the shortage of imported goods like petrol, bread and meat is intensifying. The Médecins Sans Frontières hospital, already running before the war, now finds itself in the area held by the southern resistance. It was soon overwhelmed by the large numbers of wounded, sometimes up to 100 patients a night. In Crater District, on the Houthi-controlled side of the city, which many people have fled, Médecins Sans Frontières is running an emergency medical post. Department here is in Aden Crater. The people cannot transfer to other area because the way is blocked. We receive here the patient of the war, suffering from gunshot or shrapnel. There are now many diseases, dengue fever, typhoid fever, and malaria. Here, a lot of patients suffer from this. It's endemic area for diseases. But we cannot receive malaria or typhoid fever or dengue fever. There are no medication here. Dengue fever, some patients suffer from bleeding. We cannot do anything, need blood transfusion, but there are no blood bank, no blood transfusion here. طبعا اهل كلهم نازحين، انا لوحدي.
في صعوبة نواجه صعوبة طبعا في الغذاء في الطعام في من ناحية العلاج تمام العلاج الوحيد الذي تمام العلاج الوحيد الذي متوفر باقي الخدمات الطعام والشرب هذه كلها في صعوبة. هذه الحرب صارت لنا فجأة ليس لنا فيها أي ذنب، قتلونا شردونا يعني عانينا من هذا كثير، وصلنا لمرحلة أن ممكن يعني نقلل من وجباتنا في الأكل حتى يأكلوا الصغار. معنا أطفال في البيت كانوا يعانوا حمى، ارتفعت لهم الحمى لم نستطع إسعافهم. المستشفيات والمستوصفات مع الأسف كانت مليئة بالجرحى والقتلى، لم يستجيبوا لأي أمراض موجودة يعني يعاني منها الناس سوى الأشياء الكبيرة. لدينا صغيرة في البيت مصابة بتكسرات الدم، فقدت الكثير من الدم ونزل مستوى دمها، ولم نستطع إلى حد الآن أن نقوم بأي عمل يعني ممكن أن نركب لها دم أو ننقل لها دم لحد الآن، وذلك لأن المستشفى الوحيدة في عدن والتي تستقبل حالات تكسرات الدم هي مستشفى الصداقة في المنصورة. كانت بالنسبة لنا يعني مخاطرة كبيرة أن احنا نروح إلى مستشفى الصداقة، والمعروف عنها كلها في تلك المنطقة عبارة عن منطقة اشتباكات خطيرة. يعني وصلنا لمرحلة أن نفضل أن نموت ونجعل نراهم يموتون أمام أعيننا دون أن نحرك ساكنا. وما أنت سنت لنا الفرصة أن نخرج بعد سقوط عدن كريتر، استطعنا الخروج بعقوبة بفضل الله تعالى الحمد لله. رأيت إلى جيراننا وهم ينظرون إلينا نظرة حزن وكأنهم يقولون أنتم لديكم مكان تذهبون إليه، ماذا عنا نحن؟ نحن عانينا الكثير، هذه الحرب لن تجلب لنا إلا كل الآلام وكل المشاكل، نسأل الله تعالى أن يفرج علينا. Adult male, he did an amputation for the right leg above knee before 2 days. Yes. Patient stable, but yesterday he has 2 attacks of fever and HB was low, 5.5. Request for blood transfusion, fresh blood, did yesterday. وعلى طول يعني وصلت لهنا وما غسروا قطعوا يعني بتروا لي رجلي واستأصلوها. صح تقبلت بحزن واكتئاب إن خلاص حياتي انتهت. أنا ما عندي خلاص ما عندي أمل في الحياة، أني ما راح أعيش إنسان كطبيعي، بس مع الأمل مع الله سبحانه وتعالى مع الأهل مع الصغار مع تغلبت على هذا المرض. إن شاء الله المخلوق من بعد الطباب راح إن شاء الله سافر وأدرس وأخلق دراستي، سافر لدبي وأشتغل وأكون نفسي وأتزوج إيش حياة طبيعية كأن إنسان كامل ما في حاجة ناقصة. In the southern resistance-held districts, people are living in increasingly difficult conditions. Rubbish is no longer collected, and finding food is becoming a daily battle. In Enma district, many displaced people have taken refuge in apartments abandoned when their previous occupants fled the fighting or went north. جماعة أهلي وأولادي نحن تقريباً 11 نفر مع بنتي وزوجها وأولادها في سيارة واحدة ما تكفيش حتى 5-6 أنفار دبار صغير تجمع كل إحنا فوق السيارة وخرجنا من بدأنا من نقاط خارج كريتر قالوا لهم لا ارحمونا إحنا قالوا لا لازم نزلوا عفشنا وبقوا يفتشوا السمر قلنا حرام يا ناس إحنا في اليمن إحنا اللي تعامل هذه المعاملة إحنا من المواطنين إحنا إيش لنا دم بهذه المعركة وذا المهم خرجنا والرصاص فوقنا إنه تجزع من نقطة إلى نقطة تجي على النقاط فيها رصاص تجي النقاط فيها رقاع
القذائف فيها كذا فيها كذا الى ان وصلنا الى منطقه الانماء وحسينا شويه عادوا بامان. لما كنا في منطقة سكننا قد تعيد الكرة لأنه لازلنا نسمع أصوات المدافع وأصوات تأتي إلى منطقة الإيماء ونحن خايفين أيضا من القادم. وهذا المطبخ مطبخنا مطبخة النازحين وهذه ثياب الضحايا فوق تخاخر حق الآب كل هذا السامان وضعفره كل مكان ونحن نطبخ ونحن مش متعودين على الشولة هذه نحن متعودين نحن نطبخ الآب ونحن واقفين وهذه الجلسة تتعبني أني وأني تعبانة في عندي ضغط وعندي سكر أني ومن ذا دي حرقت من الطبيخ هذا والحمد لله إيش بنقول لهم أمرهم. In addition to the hospital and the emergency medical post in Crater, Médecins Sans Frontières regularly sends medical teams to districts with large numbers of displaced people. Something dangerous for us? Not safe, something. Yeah, yeah. You are responsible for that, Nabib, eh? For security issue. You can say with the, all the staff, come on in the car, let's go. Eh? The aim of these weekly visits is to offer follow-up care to patients unable to move around due to the fuel shortages caused by the blockade and insecurity. Salam alaikum, it's our patient. Mohammed, how are you? Okay. Now we do the dressing here. Tamam, no need to go in the hospital. Okay? You can come here because you live here. Okay? If there is other patient that was discharged, and they can't reach our hospital to come here to follow up here. How old are you? 20. Gunshot in the... Then we have to go. Okay, finish here. Yes. Yes, today. Then, let me close everything. Let's go. Now we have to leave because there is a it started to clash it and then we have to leave. In the beginning, a lot of fighters coming. In this time, a lot of civilian returned bullet or destroy the building. Especially for children, it is a sad story. When you receive adult, he's adult. But you know, the children, the child, less than 5 years old, it is a big deal for us. إذا داخل وسط المدينة الآمنة المليئة بسكان تضرب بسكان ونحن داخل الشقان نايمين لا نحارب ولا معنا أسلحة ولا معنا غنابل ولا شيء وسط المدينة تجينا القذيفة وتقضي علينا تعورناها هذه زوجتي شظية في القمقمة في الرأس ده صار in his head and in his back here برضه واجهنا صعوبة في النقل لأن يستهدفوا سيارات الإسعاف برضه يعني في أي سيارة إسعاف مستهدفة من قبل الحوثيين حتى لا ننقذ مريضنا هذه المشكلة الحين مشكلتنا إحنا مش في ال في الحمد لله يعني في الشظايا الحمد لله قاموا في الواجب هنا في أطباء بالحدود لكن مشكلتي هنا الأكبر هنا في الولادة الآن قضى في الشهر التاسع يعني باقي لها أيام لا نعرف فين نوديها يعني في ملاقة صعوبة جدا الآن في توليدها يعني
هي دي المشكلة يعني. وأنا غلقان جدا. I'm worried about the baby. We haven't also medicine. We haven't water. We haven't electricity. We haven't food for eat. We are hungry. Two days. We never eat anything. Also drink. Look, no water for drink. هذي علاج. صباح ظهر لين. مدة أسبوع. تمام. Antibiotic. Antibiotic. تمام. وهذه حبة لو في حمى. في ألم ما قدر استلام تمام بيعرف تسلمي الله يعافيك ويسلمك إن شاء الله الله. دعواتكم أيها يلا السلام عليكم يلا This is Aden. This is the city of the beast. Look, what happened in Aden? ونحن هنا لهم أكثر من أسبوع لا يوجد نفط أكثر من 1000 نفر مطبرين أكثر من 1000 سيارة الآن لمدة أسبوع نحن هذه المحطة أسبوع لا يوجد نفط لا يوجد ديزل لا للمخابز الروتي لا للمستشفيات لا يوجد أي شيء من مقومات الإنسان انعدمت الحياة في هذا الحال الناس يعانون معاناة شديدة كل الناس أصبحوا لاجئين من مكان إلى آخر وكلما هرب من مكان وجد المكان الآخر أصعب من الأول نتسوق نشتري ثياب نشتري عبايات خرجنا حالتنا حالة من داخل كريتر شردونا بثيابنا وبعباياتنا حتى ما أخذنا أي شيء معنا لا ملابس أخذنا ولا أخذنا معنا أي حاجة فلوس نشتري أشياء البيت لماذا فكرت بجد؟ الضرورة لها أحكام عندما شعر وليس أنا وحدي أنا وغيري أنا وغيري القصف تخيل أن يكون القصف إلى منازلي إلى
أحيائك إلى جيرانك إلى البيوت اللي بجوارك وكذا. يعني نحن لا نسلم من القصف، ما درينا من يقصف إلى 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 عندنا إلى منازلنا، فلان أو زعطان أو علان، ما درينا من يقصف. ماذا تعمل؟ إذا كان عندي 5 أولاد، أنا عندي أمي والحالة لا تروها، إلى أن توفقنا بفضل بعض الأصدقاء والأهل حصلنا هذا المأوى، ونحن ننظر إلى هذا المأوى كأنه قصرا كما ترين الحال. إحنا ياسين فوق بلاط، فوق البلاط، والكهرباء لا توجد، والمياه متقطعة، ولا ثلاجات ولا مياه باردة. ولكن إيش نقول؟ إنها الحرب، إنها الحرب. إذا كان أمي بهذه الحالة تجيب الكاميرا اللي عندها، لا أوجد، لا أوجد لها أي مشفى، وأنا ليس من قدرة، الراتب حقي 3 أشهر لم أستلمه، إضافة إلى زوجتي لم تستلم راتبها، من أين أتي مقدار؟ نشحن إحنا من الشوارع. انتظرنا هناك في الرصيف الا اذا في القذيفه جت فوقنا، فوق المواطنين كامل. بعد كده ازهت شنام نفسي وعيالي، يلا يعني حوطت على عيالي هكذا عشان احميهم. بعد كده حموهم الناس، يعني انا واسمه عيالي حموهم الناس. وقت الانفجار حسيت يعني اكيد باحساس اللي ينقذ نفسه ينقذ عياله، مش عارف ايش يصير له. اللي قدرنا نخرجها راحت وقت الانفجار، حتى الملابس ما قدرناش نلحقها. شفنا مش كيف ملابس ما قدرناش نخرجهم، لانه وقت الانفجار يلا واحد يقول يخرج بنفسه يكفي لنا، يعني انقذت عيالي وخسرت امهم. Thank you.